السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد لعبة حرب الممالك Infinity Kingdom النسخة العربية. بهذا الفيديو راح نتكلم عن ميزة بلعبة حرب الممالك مستحيل تلاقيها بأي لعبة استراتيجية ثانية. تابعوا معي الفيديو بعد الفاصل ويلا بينا. الشيء اللي خلاني اترك كل الالعاب الاستراتيجية والعب هاي اللعبة هاي الميزة اللي اسمها مختبر الخيمياء. يعني اذا انت لعب فري تو بلاي هاي الميزة كثير حلوة لك. مثل ما تلاحظوا هذا هو مختبر الخيمياء، في عندك ثلاثة اقسام، القسم الاول اللي هو تفكيك البطل، والقسم الثاني اللي هو استعادة البطل، والقسم الثالث اللي هو تفكيك المعدات. طبعا بالقسم الاول مثلا انا عندي بطل موصل نجومه للسبع نجوم ماكس وجتني شرايا زيادة له، او في مثلا بطل ما بيلزمني، مثلا بطل ما بيعجبني بدي افكك شرايا. من خلال هذا القسم بامكانك تفكك شرايا البطل وتستلم بدالها هاي الجواهر البنفسجية. طبعا هاي الجواهر البنفسجية تسمح لك انه مثلا تشتري شرايا بطل ثاني من خلال السوق، او تتعلم المهارات ببرج المعرفة من خلال هاي الشرايا البنفسجية. هاي الميزة كثير حلوة شباب. انا مثلا عندي بطل لسه ما حصلت عليه، او مثلا في بطل عم بشتغل عليه مثلا برفع نجومه، اركب عليه هذا القفل لحتى ما بغلط واروح احطم شرايا بعمله صقل. عندك هاي الزر اللي اعلى اليمين، على زاوية اليمين مثل ما تلاحظ هذا زر القفل، بإمكانك تعلم على البطل اللي بدك مثلا ما تحطم شرايا، أو بإمكانك مثلا تشيل القفل عنه بهذا الشكل. أنا مثلا هذا البطل عم بيشتغل عليه، بحط عليه القفل بهذا الشكل لحتى ما بغلط وبعمل له صقل، يعني أخسر الشرايا. مثلا عندي هذا البطل ما بيلزمني، بعمل له هيك بهذا الشكل صقل وبحصل على الشرايا بداله. القسم الثاني اللي هو سعادة البطل، مثلا انا عندي بطل موصل للماكس مثلا بالتعزيزات وبالمعدات والى اخره وبالخبرة، مثلا حصلت على بطل احسن منه، انا شو بدي اعمل بهذا القسم؟ بجي اعلم على هذا البطل، مثلا البطل روبن هود، بدي افككه مثلا اخذ الموارد اللي حطيت عليه مثل التعزيزات والاكس بي الى اخره. شوفوا شباب حتى الاكس بي اللي تكسبه من الهجوم على الغزام راح ينحسب لك على شكل لفافات بهذا القسم. وكذلك اذا مثلا بدي افكك الشرايا علشان احصل على الجواهر البنفسجيه كذلك اقدر اخذ شرايا. طبعا هو البطل ما راح تخسره، راح يظل عندك لكن راح يرجع على الصفر. بإمكانك مثلا مع الأيام إذا مثلا بدك هذا البطل اندمت عليه مثلا بإمكانك ترقيه من جديد. هذا بالنسبة للقسم الثاني اللي اسمه استعادة البطل. القسم الأخير عندك بهذا القسم هاي المعدات، مثلا في عندي معدات مرقية ما بتلزمني، من خلال هذا القسم بقدر بعمل لها تفكيك وأحصل مثلا على الجواهر، هاي الجواهر الخضر اللي من خلالها أرقي المعدات الأقوى. مثلا أنا أحصل على معدات أقوى أقدر أرقيها من خلال هاي الجواهر. كذلك هذا القسم كثير مفيد لأنه أنت كل ما تهزم أقزام أقوى كل ما تطلع عندك معدات أقوى. حاليا أنا عم بشتغل على المعدات الزرق، بعدين راح تطلع عندي المعدات البنفسجية، كذلك أحطم المعدات الزرق لما تطلع عندي المعدات البنفسجية، وانت طالع لحد المعدات الحمر. فعلا يا شباب هاي الميزة كثير حلوة بلعبة حرب الممالك، ما راح تلاقيها بأي لعبة ثانية. فأنت من المحبين الألعاب الفري تو بلاي بنصحك بهاي اللعبة. أنا راح أسيب لك رابط تحميل لعبة حرب الممالك بالوصف لحتى تروح تحملها. أسيب لك صفحات مطورين اللعبة وقناتهم اليوتيوب، روح اشترك بقناتهم اليوتيوب وتابعهم على صفحاتهم التواصل الاجتماعي. كان هذا كل شيء عن مختبر الخيمياء فيديونا لليوم، بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ونال اعجابكم. اذا عندكم اي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات، وبالنهايه بتمنى لكم اطيب الاوقات. كان معكم اخوكم باسل، والسلام عليكم. ايها المقاتلون ادعوني الى روما.
Infinity Kingdom الآن بالعربية، حملها الآن.